خير عليكم، لاباس عليكم، بخير صحه لاباس. اليوم الحمد لله الشميشه خارجه، ومرحبا بكم في القناه ديالي المتواضعه. نتمنى انني نكون نقدم لكم حويجات اللي تفيدكم واللي صالحين لكم واللي فريمون تيكونوا، انا تنظن بانهم في المستوى من ناحيه لوغو، من ناحيه الجيب، من ناحيه الحمد لله كل شيء، و مازال المزيد 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 ان شاء الله من الوصفات. ما تبخلوش عندنا بالتشجيعات ديالكم، وما تبخلوش عندنا بلي جيم ديالكم ولي كومونتير ديالكم، حنا محتاجينهم باش نقدروا نزيدوا القدام، لان اي كومونتير سواء مزيان سواء خايب، من الخايب حتى هو تنتعلم. المهم الا كانت شي غمارك ماذا بيا تقولوها ليا، و هذا سميتو بحال هكا. كانت جربتوا شي وصفه وكان عندكم فيها شي مشكل قولوها ليا باش نصحوا المشكل شنو هو، لان انا تنعطيكم وصفات اللي مجربينهم وهانتوما تتشوفوهم، وبدون ما تنقطع لكم حتى شي حاجه في المونتاج، ما والو، داكشي كيف ما هو كيف ما تنحطو لكم. وتنتمنى حتى نتوما انكم اللي جربتوها من عندي تكون صادقه لكم. ونبداو باذن الله اليوم ان شاء الله غندير معكم وصفه ديال الفوندون، ولكن في الكيك كبير، وهذا لو كيك تيجي رائع بزاف عاد، فريمون تيجي هائل بزاف عاد لينا ولوليداتنا. دونك نبداو باذن الله. دونك المقادير ديال هذا لو كيك، عندنا 180 غرام ديال الشوكولا غيش، 180 غرام. انا هنا خلطت ما بين شوكولا نوار وشوكولا اولي، على عندي شوكولا اولي وعندي شوكولا نوار، انا خلطت ما بيناتهم. دونك 120 غرام ديال الزبده اللي غادي نديرهم بجوجهم يذوبوا، غادي نديرهم فوق بان ماري حتى يذوبوا ليا. دونك نكملوا المقادير. دونك 180 غرام ديال الشوكولا غيش، 120 غرام زبده، 90 غرام دقيق، 90 غرام سكر سنيدة، 16 غرام خميرة، 1 معلقة ديال لافاني، انا اختاريت هذا الحبيبات، و 3 ديال البيضات، 3 ديال البيضات. دونك نبداو باذن الله. دونك اول حاجة دونك الشوكولا والزبده درناهم يذوبوا، ثانيا غادي نهرسوا البيض وغنطربوا غير بالفوي، غنخدموا غير بالفوي الطريقه ديال الفوندون تماما بحال كيف ما تنخدموا لي ميني فوندون اولا هنا. غندير لافاني وغادي نخدم غير بالفوي، غادي نحركو مزيان على ما يذوب لي الشوكولا. دونك نتلاقاو ان شاء الله ملي يذوب لي الزبده والشوكولا ونكملوا الكيك ديالنا. دونك هنايا من بعد ما ذابنا الشوكولا، دونك تنزيدو والزبده نضيف شوية الخميرة، هانتوما شفتو الكمية ديال الخميرة اللي كاينة في الفوندون، لأن غنديروه كيك، داكشي علاش درت هاد الكمية ديال الخميرة، سينو الفوندون متيكونش فيه الخميرة بالكل، متنديروش فيه الخميرة إلا كنا غنديرو دي ميني فوندون أولا، إلا كنا غنديرو دي كيك بيان سيغ هي اللي ضروري تنديرو فيه الخميرة باش متيعاودش ينزل لينا مورا الفرن. لي تنخرجوه من الفرن. دونك
سخون على 200 درجه وعاد ملي غادي نخشيها غنديرها 10 دقائق وغنزل الفرن ل 180 درجه ونخليها طيب 30 حتى 35 دقيقه، لان ماشي بحال الطياب ديال صافي. تنديروها دابا في الليمون دونك انا غنديرها دابا في الفرن ونتلاقاو ان شاء الله. دونك انا دابا درت الكيكه في الفرن. دونك بالنسبه للناس دابا انا درت الكيكه بعدا في الفرن، دونك بهذا الوقت هذا اللي غنتسناو من الاحسن نعطيو لبعضياتنا واحد النصائح. الو بالنسبه للكيك، الناس اللي تيقول لك تتنزل لهم الكيك ملي تخرجوها من الفرن تتنزل لهم تتهبط، غير تخرجوها وتتهبط. الو اول حاجه كاينين دي كيك اللي خص البيض يكون مخدوم مزيان مع السكر سنيده، خاص يتخدم حتى تيبيض الخليط وتضاعف. هذه وحده، هذه اول حاجه. وكاينين دي كيك بيان سور اللي ما تنخدموش فيهم البيض، ما تنخدموش فيهم البيض والسكر، ما تيتخدمش بزاف، غير تنخلطو بالفوي وتنخدمو. ولكن الا عطينكم في لا روسيت ان البيض خصو يتخدم مزيان مع السكر، راه ضروري تخصو يتخدم مزيان مع السكر. ثاني حاجه هو الفرن. انا بالنسبه للفرن ديالي عندي فرونك، الوغ الفرن تنخدمو ديما تنشعلو على 250 درجه حتى تيسخن لي مزيان، عاد تنزلو للدرجه اللي غطيب فيها الكيك. بحال دابا هذا نيت، هذا الكيك هذا انا خدمته تسخنته مزيان وعاد نزلته ل 200 درجه. دابا غادي خشيت الكيكه 10 دقائق وغادي نزلو ل 180 درجه، ل 180 درجه باش تاخذ راحتها عاود في الطياب، باش ما طيبش لي القشره الفوقانيه ويبقى لي الوسط هذا خضر ما طيبش. دونك ديما الكيك ولفوا واحد القاعده، ديما سخنوا الفران ديالكم نزلوه للدرجه اللي غادي طيب عليه الكيك. هذوك عندكم 220 درجه نزلوه ل 220، ومن بعد 10 دقائق نزلوا الفرن ل 200 درجه، ولا كانت الكيك كبيره بزاف عاودوا نزلوه ل 180 درجه. ملي تشوفوا الوجه ديالها بدا تيتحمر عاودوا نزلوه ل 180 درجه او ل 170 درجه، وخليوها طيب على راحتها، خليوها طيب على راحتها. سينو راه تتلقاو الوسط، تتلقاو يا اما جهه خضراء وجهه طيبه، اولا تتلقاو الوسط معجن، حتى لو كيك ما تتعطيوش ديك الراحه ديالو فين يطلع، وما تحلوش عليه الفران. لو كيك 10 دقائق الاولى ما تحلش عليه الفران، لان هذيك 10 دقائق الاولى هي اللي تتفاعل فيها الخميره، هي اللي تتخلي ديك الخميره تطلع مع ديك السخونيه ديال الفران، تتخلي ديك الخميره تطلع. عندك 10 دقائق حتى 15 دقيقه الاولى ما تحلوش الفران، خليو لو كيك خليوه زعما ياخذ راحته، خليوه ياخذ راحته. الوغ هذه بالنسبه لو كيك. الوغ ثاني حاجه كاينين دي كيك اللي تنخشيو تنديروهم باردين، تنخشيوهم في الفران بارد. الوغ كاينين دي كيك اللي تنخشيوهم في الفران بارد، بحالاش؟ بحال دوك الكيك العاديين اللي تنسميو حنا 4x4 او لا هذا سميتو اللي بالياوغت اللي تتصوب العاديه ديالنا، هذيك تقدر تخشيوها حتى في الفران بارد وتشعلوا الفران. علاش؟ لان تتكون اصلا هي في لا تيكستور ديالها تتكون ثقيله، دونك بشويه بشويه باش تاخذ الوقت انها تطلع. دونك يلا تيبدا الفران تيسخن هي تتبدا تتفاعل وغدا تطلع، الفران تيسخن وهي غدا تطلع، الفران تيسخن وهي غدا تطلع. دونك تتاخذ الوقت ديالها وتتجي منفوخه مزيان وتتجي متقبه من الوسط. دونك هادي عاوتاني حاجه بحال اخرى. ثانيا الكيكه اللي فيها الزيت، لو كيك اللي فيه الزيت، ديما الزيت ما نجيوش نخويوه. اتونسيون هادي ملاحظه مهمه، لو كيك اللي فيه الزيت ما تنجيوش نخويوه، الزيت تيتخوى بالخيط،
خيط رقيق تنهزو الكاس اللي فيه الزيت وتنخويو بالخيط الرقيق. اولا كاينه طريقه اخرى، تناخذو شويه من داك الخليط تاع اللي خلطنا ديال البيض والسكر وداك الشيء، تناخذو شويه منه تنديروه في زليفه، تنضيفو عليه الزيت، تنخلطوه وتنعاودو نخويو في الكيك، تنعاودو نحطوه في وسط الكيك باش داك الزيت ما يهبطش لينا لو كيك، لان تتجيو تتخويو الزيت في خطره تتلقاو لو كيك في عوض ما يكون عندكم في التراب حتى لهنا، تتلقاو غير زدتو الزيت تتلقاو نورمالمون تيكون بحال هكا هكا حتى لهاد النيفو هكايا عندكم، ملي تضيفو الزيت تتلقاوه ولا هكذا. الوغ كو الا زدتوه بالخيط، الا زدتو الزيت بالخيط ما تاثرش على الكيك. اولا الا خديتو واحد جوج معالق من هذاك الخليط وضفتو عليه الزيت في زلافه، خلطوه مزيان حتى تيغبر داك الزويته وعاد تنزلوه عند في الكيك، هذاك حتى هو ما تاثرش عليه. وتنتمنى انني نكون فدتكم، ومره اخرى عاوتاني نتلاقاو عاوتاني ونعطيكم عاوتاني في فيديوهات اخرين كل حاجه. دابا حنا اليوم على الكيك، انا عطيتكم ملاحظات على الكيك مهمه على الكيك، وان شاء الله مره اخرى نعطيكم ملاحظات على اي حاجه تنتمنى انكم تطلبوا لي باش نقدر نجاوبكم. تنتمنى انكم تطلبوا لي الاسئله ديالكم، طلبوها لي في لي كومونتير باش نقدر انا نجاوبكم عليها. دونك لو كيك ديالنا من بعد ما وجدت لنا تنحصلوا عندنا على هذا الشكل انتما. الوغ سنوجدو له ان كلاصاج، هاد لو كلاصاج فيه 150 غرام ديال الشكلاط لي تنهرسوه باش يدوب لنا دغيا، و 200 غرام ديال الكريمة. الوغ غندير هاد سخن وغادي ندير فيها هاد الشوكولا ونتلاقاو دابا. دونك هنايا من بعد ما دوبت الكناش هيايا تنحصل على ان كناش بحال هكدا. دونك وغادي نبدا، سمحوا لي غنجيب لالوش حسن باش ما تضيعش لي لاكناش، باش نهز بشويه بشويه. دونك غادي نهز هكدا ونسقي الكيك كله بالكناش. وهاد لا كناش لي تطيح تريكوبيرا غطيوها كلها دونك انا غنريكوبيري دابا هاد لاكناش ونكمل باقي الجنيبات هكدا. نحصلوا على ان تري بون كيك. كاع الشنيفات لي باقين
فريمون هاد لو كيك هذا تيحمق لوغو رائع. هلا تنحصلوا على ان كيك بحال هكدا هانتوما، كلشي مغطي. دابا تيبقى لنا غير الزواق، غادي نخليه بعدا ينشف واحد شويه، غير يتقطر ماشي ينشف، غير يتقطر. ودايره شويه تاع لي زاموند كونكاسي دايراهم في الفران يتحمروا، وغادي نتلاقاو دابا على ما يتقطر لي لو كيك. دونك هنايا لا غاناش اللي شاطت ليها هيايا غادي نديرها في الثلاجه، غادي نغطيها وغنخليها في الثلاجه حتى نبغيها عاوتاني مره اخرى غنلقاها واجده، ما ترميوهاش. اولا دي كريب اولا اللي بغيتو، اي حاجه سهله ديروها كوم ديسير، تكون عندكم لا غاناش واجده. الوغ لي زاموند كونكاسي هما من بعد ما تحمروا لي في الفران، دونك غناخذ شويه ندير لهم هكا. دونك غناخدوها غنهزو لو كيك هكدا، وغادي نزوقو الجنيبات التحتانيين. شويه ديال الكيك يديكم تكون لتحت متحكمين فيها، وموجدين الطبسيل اللي غادي تحطوا فيه. فوالا تنحصلوا على ان كيك هكذا تيشهي. دونك انا نغسل يدي ونجي نقدم لكم لو كيك بصحتكم وبراحتكم. دونك لو كيك ديالنا هو هذا هانتوما، تنحصلوا عليه بهذا الشكل هذا، روعه والمذاق ديالو خطير فريمون رائع بزاف. عاد تنتمنى انكم تجربوه، وسهل دغيا توجد فريمون رائع وشهوه منه حتى للضياف تتقدموه ووجهكم حمر. دونك بالصحه والراحه. هذا هو لو كيك ديالنا الفوندون، بطريقه الفوندون بصحه وراحه. وما تنساوش النصائح اللي قدمت لكم في الوسط تاع الفيديو، فريمون راهم نصائح مهمين لنجاح الكيك، والمزيد ان شاء الله من النصائح والوصفات.